يلا بينا نكمل. تمام، طيب تعالى بقى، تعالى نشوف الكورال ريف، تعالى افهمها لك بقى عشان المرة اللي فاتت ما كناش فاهمينها. تمام، بص بقى يا معلم. اه يا عاصم، انا بت بت مش بت وبت عادي برضه، بت يعني دكتورة بيطرية. كورال ريف، عندي كلمتين، عندي كلمة كورال وعندي كلمة كورال ريف. يعني ايه كورال؟ كورال هو حيوان المرجان، عارف المرجان؟ احمد مرجان، مرجان اهو، الواد مرجان، كورال. طيب الكورال ده بيته، يعني انا دلوقتي انا اسمي راني، تمام، عايشة في بيت الحاج عادل، تمام، اوكي، يبقى بيت الحاج عادل جوه راني، او انا في اسمي مرجانة، ماشي، انا مرجانة كورال. الكورال قاعد في ايكو سيستم في مكان اسمه كورال ريف. الكورال ريف ده عبارة عن مكان، تمام، كله اللي هي الشعاب المرجانية دي، تمام، حاجة صلبة كده شبه النبات بس صلبة كده، تمام، وبيبقى جواها، بتبقى عبارة عن أصلا شلتر لحاجات كتير قوي، مأوى لحاجات كتير قوي، تمام، أوكي. طيب بتعالوا نشوف سوا الكورال ريف دي، عرفت الكورال ريف هو المكان، تمام، عارف الريف، مش عندنا ريف ومدن والكلام ده كله، اعتبروا بقى ايه، ريف في البحر، بيقول لك الارياف، عارف الارياف، كورال ريف، المنطقه بتاعت الكورال. الكورال ريف دي اهي منظرها اهو، تمام، اهو تعالوا نشوف كده. طب اقول لكم حاجه، اهو نجرب حاجه. بصوا يا شباب، اسم حيوان المرجان نفسه اهو، اهو حيوان هنا، حيوان المرجان نفسه، تمام، بيبقى جوه الكورة الريف، تمام. تعالوا بقى نشوف الفرق بين الشعاب المرجانية نفسها. انا عايزة افتح تاني، لا لحظة، او ايه اهو، اوكي ماشي، بقى منظر الشعاب المرجانية عاملة ازاي، اللي هي الكورة الريف. بص الكورة الريف عبارة عن ايه، اهو تحس ان ايه، حاجات متحجرة كده، صح، هنا بقى، هنا، لا بص هنا بقى كده، ده حيوان، ماشي، اوكي، تمام، رب يكونوا فهمتوا، خلاص يبقى ده جوه ده، خلاص اتمنى يا رب ما نقولش حاجة غلط، ماشي. طيب خلاص، فعندي الكرة الريف دي مالها، الريف ده ماله، يعني ريف ولا مدينة، انت فين انت، ولا انت ايه نيتك. Are some of the most diverse valuable ecosystem on earth، واحدة من أكثر الحاجات المنتشرة ومتنوعة وقيمة جدا على وجه الأرض. ecosystem يعني مكان بيعيش فيه living و non-living thing، صح؟ فالكورال الريف ده مكان، تمام، بيبقى اللي هو الشعاب المرجانية الكتيرة دي، تمام، دي ايه بيعيش فيه، بيكون اولا most diverse، يعني ايه diverse، اللي هي ايه، متنوعة ومنتشرة، و valuable، كلمة value يعني قيمة، صح، valuable يعني ذو قيمة كبيرة قوي، تمام. طيب خلاص، تمام، يبقى الكورال ريف دي are important habitat، عرفت ان الكورال الريف ده مكان for living organisms، هم اللي بيحبوا يعيشوا في الريف، احنا بنحب نعيش في المدينة، هم بيحبوا يعيشوا في الريف، فاكرها كده، كورال الريف ده مكان. الكورال الريف ده المكان ده provide، بيدي food، حاضر،
محدش يكتب على الشاشة. أنا شايفة الهاند بس بشرح، ركز وأنا بشرح كده هفتح لك الهام لك ريسيت، عشان أنا ممكن أقول حاجة وأنت قبل ما تسأل. تمام. يبقى الكرة الريف ده مكان بروفايد بيدي فود وشيلتر وطبعا ايه ووتر والكلام ده كله، بس طبعا ده في الميه، فايه مش محتاجين الكلام ده، محتاجين فود وشيلتر. تمام. For large animal or large numbers of fish and other ايه marine organism. يعني ايه marine organism؟ الكائنات الايه البحريه. تمام. يبقى كورال ريف ده هابيتات، مكان انا الشارع بتاعي هابيتات، اوضتي هابيتات، المكان بقى كورال ريف ده ايه هابيتات، بيدي فود وشيلتر لفيش كتير قوي، في اسماك كتير قوي تعيش ايه جواه. تمام. قولي يا روضه. ميس، هو الصورة اللي حضرتك وريها لنا دي شبه الحياة بالظبط؟ اه ما دي متصوره من الحقيقه. قولي يا حبيبي. يعني يا ميس، الكورال ريف ده بيبقى عامل زي البيت كده للأسماك ولا ايه؟ مش بالظبط بالظبط، فندق، فندق للأسماك، يتجيب له في جواه أكل أصلا، هو أوقات بياكلوا منه حتى وإيه، وتبقى الدنيا كاملة ايوه، خالص. بيبقى عامل زي بيت لبعض الأسماك يعني. اه تمام. خلاص طيب كده. اوكي ماشي، يلا. فالاماكن دي بقى، الاماكن دي منظرها جميل جدا جدا، اهي راحت فين؟ مش ده خالص اهو، بص المنظر طالع منها ازاي، كانت السمكة نيمو. سلام يا سلام، يا ولا يا ولا يا ولا، اشكال جميلة قوي صح. تمام. فدي بيعمل ايه؟ بنزورها. تمام. فين احنا في انهي حته؟ اهي بن ايه بنزورها، بيبقى في سياحه كتير قوي، يجي السائح من بره يقول ايه I want to go to Red Sea in the Egypt، يلا نروح البحر الاحمر في مصر. تمام. ليه البحر الاحمر؟ البحر الاحمر في مصر بيبقى مليان اللي هي الحاجات في الغردقه بقى وشرم الشيخ والكلام ده كله، مليان ايه يا شباب انتوا بتتكتكوا على الشاشه ليه؟ اطرد ولا ايه؟ فانا متكتكش على الشاشه عشان زمايلكم بيفتكروا ان انا اللي بعمل كده، فانت بتشوشه خلاص. طيب يبقى الاماكن دي مهمه للتوريزم، يعني ايه توريزم؟ سياحه. طيب where people travel to coral reef، الناس هتسافر للكورال ريف for fishing or diving، ان هم ايه يصطادوا ويغطسوا. تمام. و طبعا ده بيساعد في ايه، دلوقتي السائح يجي من بره يحجز تذكرة طيران، ادي معايا فلوس من تذكرة الطيران، يحجز فندق عشان يعيش فيه، هو عنده بيت هنا؟ لا، يحجز فندق. طب ما الفندق ده بيبقى ايه، ما مش لاقي، هو مش عايز ياكل اكل الفندق ده، فيعمل ايه، يروح يطالب من المطاعم. تمام. فكل ده بيعمل ايه، this help the visitor، ده بيساعد الزوار و بيزود الزوار، وهي بتزود الزوار كتير، بتخلي الناس تزور المكان اللي فيه شعاب مرجانية كتير، وبيزود الانكم. يعني ايه انكم؟ دخل، بيزود الفلوس بتاعت مين، بتاعت الهوتيلز الفنادق والريستورانتس المطاعم واي بيزنس تاني صح، بيزودوا صح كده. حد عنده مشكلة فيها؟ قولي حد. مسكين متشيلتر، يعني ايه مأوى بس كده؟ مأوى مأوى. تمام اوكي. طيب اوكي يلا بينا. الكورال بقى، الكورال اللي هو ايه، قلنا الكورال هو الكورال نفسه هو الحيوان اهو، are small marine animal animal. الكورال ده المرجان، مرجان احمد مرجان اهو، corals that live in coral reef ecosystem، يبقى الكورال عايشة في coral reef. تمام. هيا يا شباب قولي يا سيف. ميس فهش، بس ميس النت عندي قفل فما سمعتش القطة اللي ورا. اقول ايه؟ بص يا سيف، البيت اللي بيبقى في حاجه اسمها عندي كورال ريف وكورال، الكورال ريف هو المكان، عارف الريف والمدينه وكده، ده بقى مكان الكورال ريف، ده المكان اللي بيبقى جواه الكورال. تمام. يعني كورال يعني حيوان المرجان خلاص، او المرجان.
تمام كده؟ بيبقى ايه الكورال الريف ده؟ مكان اللي هو بيبقى مليان الوان ده، خلاص. فالمكان ده بيدي فود وشيلتر لفيش كتير، لكذا سمك كتير قوي بيعيش فيه وبينام فيه والكلام ده كله، تمام. والمنظر ده الكورال الريف ده بيبقى مهم قوي للسياحه، important for tourism، تمام. وايه طبعا السائح لما يجي هيعمل فيشنج اور دايفنج، وطبعا كل ده هيزود الدخل بتاع الدوله والهوتيلز وكده، تمام. اهم معلومه ان الكورال، كورال بس كده، ده سمول مارين انيمال، بيعيش فين؟ في الكورال الريف. ما ينفعش اقول ريف هو الواحد اسمه ريف، لا، الريف ده مكان، تمام. قولي يا سيف حاجه تاني. لا يا ميس، خلاص كده فهمتها. ميس، هو اللي اسمه ايه الملون ده؟ اسمه الشعاب المرجانية. خلاص تمام تمام. طيب، الكورال بليتشينج، كورال بليتشينج يعني ايه؟ دلوقتي بيقول لك ايه ده، انا يعني ايه بليتشينج اصلا؟ تبييض، عايز ابيض، عارفه بقى بعمل بليتشينج للحيطه، ابيض الحيطه، ماشي. وليها مصطلح كده بالعربي بس مش عارفه، مش فاكره بصراحه، تمام. طيب، فالكورال بليتشنج يعني ايه؟ يعني الكورال الريف تبيض. تخيل كده البيوت اللي في الارياف كلها بقت رمله، بقت كلها بيضه من الرمله، بسيبتها كده حد يعيش فيها؟ صح، فيش، صح كده. يعني كانت البيوت كلها في الريف بقى مليانه خضره وحاجات حلوه وجميله والناس عايشه حلوه، صح. فجاه انت رحت كده بعد كام سنه لقيتها كلها بيضه، ولا لقيت نباتات ولا لقيت الناس اللي جوه. تعالى بقى نطبق ده على الكورال ريف. بيقول لي الكورال ريف بليتشنج يعني ايه؟ ان الكورال ريف بيبيض امتى؟ لما حرارة المية تعلى، حرارة المية تعلى، تمام. when the water temperature rises، او الووتر لما تبقى very warm، دافية قوي، ما هي مش بتغلي، بتبقى دافية قوي، تمام. الكورال ريف، انت عارف لما تكون حران، عارف تكون حران بتعمل ايه؟ بيبقى ايه اللي هو بيشيل هدومه، صح؟ يعني انت اول ما تخش كده البيت ولابس مثلا كام تيشيرت او تيشيرت وكده، تلاقي نفسك قلعت التيشيرت، صح كده؟ نفسك ما بتقلع التيشيرت بقى وتقعد ايه بالتحت التيشيرت بس، صح؟ صح ولا انا غلطانه؟ تمام. ف ال اللهم صل على الكورال ريف، الريف ده عشان الريف كان جواه شجر وكده، صح. يبقى الكورال ريف في البحر بقى كان جواه الجي، خدنا الالجي اللي هي الطحالب، صح، اللي هي من الاخر الشجر اللي جوه البحر، تمام. فكان الشجر جوه ايه؟ جوه الكورال ريف مع الكورال، بيسلوا بعض، بيلعبوا سبت حد جوه، تمام. اول ما الكورال ريف بدات تسخن تقول اختي على الحر، يا لهوي طلع، ماشي. يبقى الالجي ايه بتطلع منها. يبقى when the water very warm الكورال ريف will get rid of، يعني ايه get rid of؟ تتخلص من، اكتبها يا ريت، لازم تكتبها، تتخلص من. اول ما الميه تدفى، تدفى قوي، when the water is very warm coral reef will get rid of the algae leaving in their tissue. انت عايشه بالتشو بتاعتي يا شيخه، عارف لما يكون حد نايم معاك في الاوضه والدنيا حر، يا ستي غوري بقى، غوري امشي، تمام. طيب قولي يا حبيبي. يعني مش يعني هي بتبقى لونها أبيض لما بتبقى المية سخنة اه لما درجة عارف، الحرارة بتعلى، يعني اه تمام، زي يعني كأني بطرد حد من شلوك، الفندق أو كده، صح؟ اه اه قولي يا همس. ميسا، واحنا لما بنطرد الأرجي مش احنا، هي والكولر. تطردها، هي تطردها لوحدها. كرة الريف ده ايوه المكان، يروح مخرج الألجي منه، يقول انت عايشة جوه، يخرب بيت، امشي. ايوه بعد بقى ما الكورة الريفز يعني تبقى لونها ابيض، المية بتاعتها بتبقى ساقعة ولا سخنة زي ما هي؟ لا يا ميه سخنة زي ما هي، ومالها ميه سخنة زي ما هي. وليها روضة،
ميس، هو يعني المية بتخليها تروح، يعني ألوانها بتروح لما بتسخن، صح؟ لون، اه لون الكرة اللي لونه بيروح، صح، برافو، تمام، اكسلنت. طيب ماشي، قولي يا منى. معلش يا ميسي الحتة دي بس ما ركزتش، بس عشان كنت في الحمام ولسه راجع، ما فهمتش بس تتكلم عن ايه. طيب ماشي اوكي، يا شباب لما اروح الحمام طب ناخد التليفون معانا. طيب ما تسيبونيش خلاص اشرح في الاخر، معلش مش من دخلت الحمام ممكن ارجع. ماشي طيب، تاني دلوقتي قلنا كورة الريف ده المكان اللي بيعيش فيه الكورة، صح كده؟ بيبقى ليه ده بيعمل ايه بقى؟ بيبيض، بيحصل له بليتشنج. يعني ايه بليتشنج؟ بيبيض، تمام. طيب بيبيض ليه؟ لما درجة الحرارة المايه بتعلى، when water temperature rises، تمام كده. طيب where when water is very warm، لما تكون المية ساقعة سخنة، يعني ايه بدأت تدفى قوي، يعني ايه تدفى 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 كده، تمام. الكرة الريف ده قلت لك الريف ده جواه ايه؟ جواه بيعيش حاجات كتير، منهم كمان ايه؟ الالجي، تمام. طيب هي بقى الدنيا حر، يا لهوي الدنيا حر، انا مش طايقه هدوم، مش طايقه نفسي، انت كمان قاعده جوه، قاعده في التيشيرت بتاعتي، قاعده في الانسجه بتاعتي وكده، يا شيخ امشي اطلعي بره خلاص. يبقى when water is very warm الكورال ريف will get rid of algae leaving in their tissues، بيتخلص من الالجي اللي عايشه فين؟ في التيشوز بتاعتي. اوكي تمام، فهمت يا منى؟ هي منمن منى اي يا ميس اتفهمت. ماشي يا قلبي، شكرا. وليه يا حبيبه؟ عايزه اكمل يا شباب؟ ميس، هو لما بتبيض اللون بتاعها بيرجع لها تاني ولا بتفضل لا بيضة خلاص وخلاص؟ تفضل بيضة. وليه حسن؟ ميس اللي حضرتك، الكلمة اللي حضرتك عاملة عليها دورية دي معناها ايه دي؟ ألجي طحالب، طحالب اللي هي عبارة عن زرعة في المية. زرع في المية. اه تمام. طيب يلا بينا. فالألجي دي تمام خلاص هتطلع بره، فالكرة الريف بقى ايه؟ ابيض خلاص. ليه؟ لان هي برضو الألجي كانت زي طبعا ايه، نبات، فمدي لون اخضر، فراحت طلعتها بره بقى لونها ايه؟ This causes coral reef turn completely into white، تحول لبيضة، تمام. طيب لما الكرة الريف يحصل لها بليتشنج، يعني ايه بليتشنج؟ يعني تبيض خالص، تمام. يبقى ايه اللي هيحصل؟ الكرة اللي جواها هيعيش؟ لا، مش احنا قلنا الكرة اللي هو المرجان جواها يبقى هيعيش؟ لا خلاص، تمام، واضحة؟ قولي يا جودي. ميس، هي الكرة الريفس لما بتبيض هي كده بتموت؟ ايه؟ الكرة الريفس لما بتبيض هي كده بتموت؟ هو اصلا الكره الريف نفسها مش كائن حي يعتبر، ما مش حاجه عملت نفس، الكره بقى هو اللي عملت نفس جواها، خلاص كده الكره اللي جواها هيموت. أيوة كده بتبوظ بقى. اه تمام. ادم احمد انت تمام؟ دخلت تمام؟ تمام يا أدم. طيب يلا بينا. ها قول كلم. باسمك أدم أحمد ايه؟ اكتب لي في الشات معلش، بليز اكتب لي في الشات. فهمتوا آخر حتة حلوة وفرح ولا لأ؟ فهمتوها؟ انتوا كنتوا عايزينها؟ ها raise hand وقولولي. ها تمام حبيبي وفرح. طيب اوكي تمام. اوكي اكتب لي يا ادم اسمك معلش ثلاثي. طيب ادم احمد تمام. اوكي كده فهمنا البليتشنج. وايه يا فريدة؟ يا رب تكون فاهمينها كويس. people that depend on people
that depend on ايه؟ انت عايزة، انا لسه لسه، انت بتشاوري تحت ليه؟ انا لسه يا لولو، لسه يا لولو. حبيبة فرح، اتفضلي افتحوا المايك حبايبي. يا ميس، آخر حتة في صفحة 113، ماشي، في احنا آخر حتة قلنا تحت خالص. اخر حته تحت خالص ان الكرة الريف المنظر الحلو ده بي امبورتنت، بيكون مهم قوي للسياحه. ليه؟ عشان الناس البيبل ترافل تو كورال ريف فور فيشنج اور دايفنج، بيبداوا ان هم يروحوا لها عشان يصطادوا، وعشان ايه، يغطسوا تحت، تمام كده؟ فبالتالي دخل الدوله هيزيد، هيجي بقى ناس بالدولار والحاجات دي، فايه دخل الدوله ايه، هيزيد. واضحه؟ ها تمام. طيب اوكي خلاص كده يا شباب، كده خلصنا البليتشنج. طيب اوكي، بيقول لي هو ايه يعني الكوري ريف لو حصل له بليتشنج ولا كده، ومن الاخر ما بقاش ليه لازمه وما بقاش حيوانات يعيش فيه، هيحصل حاجه؟ لو اتدمر هيحصل حاجه؟ ده هيحصل حاجات كتير قوي قوي قوي. Destroying of coral reef causes، السؤال ده مهم جدا. ان انا ادمر الكورال ريف، تمام، ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ كان في سمك كتير قوي وكائنات كتير قوي من الكائنات البحريه كانت بتعتمد على الكورال ريف ان هي بتعيش فيها اصلا وبتاكل منها، تمام. يبقى الفيش والاذر مارين اورجانيزمز ذات ديبند اون كورال ريف، السمك والكائنات الحية بتاعت البحر دي، الكائنات البحرية اللي بتعتمد على الكرة الريف في الفود والشلتر، may die، ممكن يموتوا or move to other habitat، أو يروحوا لمكان تاني، السمكة تروح لمكان تاني كده، يروحوا لمكان تاني يحاولوا يتصرفوا، لو ما لقوش مكان تاني كويس ايه اللي هيحصل لهم؟ ها، هيموت، تمام. طيب حلو قوي. طب الإنسان بقى، ها الانسان اللي هو بيعتمد على الكرة الريف بقى دلوقتي، انا الناس، انا دلوقتي مثلا واحد بعتمد على كرة الريف ان انا انزل الناس تبص عليها، الكلام ده كله، اظبط الدنيا، جيب لي فلوس، فانا بعتمد على كرة الريف وباكلهم سمك من هناك. فطبعا انا لو الكرة الريف حصل له حاجه وبقى منظره ابيض كده وحش، ايه ده، ايه المنظر ده، منظر وحش خالص. فكده البيبلز ديبند اون كورال ريف and fish for food، وبياكل السمك في الاكل، will be negatively affected، هيتاثر بشكل سلبي. دي معناها، او عشان تسالوا على معناها، يتاثر بشكل سلبي. قولي يا احمد. يا مس لو الكورال ريف اتدمر، المية أول حاجة هتكون مسممة، مش هتكون صالحة للبتاع لا 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 ديت. لا لا، هي ما مش هتتمم ولا حاجة، بس هي الفكرة كلها ان الكرة الريف ده كان جواه حاجات، اكل كتير لسمك كتير قوي، يعني انت تمام. قصدك لو البتاع ديت مات، لو اللي فيه مات. لو الكرة الريف نفسه، لو انا قصدي لو سامعني ولا ايه؟ بس لو سامعني، سامعني ولا لا؟ سامعك، تمام. صوتك قصدي ان الكرة الريف ده لو بقى ابيض كده مبقاش ليه لازمة، بقى عامل زي الحجرة اصلا، ما خلاص ملوش حتى، ولا في حيوانات جواه ولا اي حاجه، ولا في اصلا، يعني ولا في سمك انت ولا كده. قصدك ان الزوار هيبطلوا يأجوج بسبب عارف الملل ليه؟ اللي فيه، عارف ليه عشان بقى؟ لان بييجوا يشوفوا، يبصوا بقى يشوفوا منظر السمك الحلو اللي بيبقى جوه هنا، ويلاقي السمكه كده حلوه طالعه من هنا، ما بقاش في سمك اصلا هناك، فمش هيروحوا له، تمام. طيب ماشي، ماشي. ايه هتكفي الميكروفون. قولي يا تفني، في حد بيزغرط عندك؟ فمبروك يعني، بس هو لو سمحت الكلمة دي معناها ايه؟ وريني الكلمة. destroying تدمير، لو انت عايزاها فين، bleaching بيضاد، يبقى ابيض، being white. اوكي اوكي تمام. اوكي تمام. twins اتفضلوا. لا يا ميس معلش، كنت بسأل على negatively affected، كنت بسأل تتأثر بشكل معناها ايه. سلبي، تتأثر بشكل وحش، تمام. تمام؟ أوكي
ايه ارفع ايدك يا ادم تاني معلش. قولي يا جودي. ميس، ما هو لو بقى لونه ابيض مش هيجوا، بس في كل الريبس بتبقى لونها ابيض طبيعي، مش ماشي، بتبيض. ما هي ابيض دي ما بقاش جواها بقى الجي مثلا حاجه تاكلها بتاع، فخلاص كده. لكن ابيض طبيعتها دي حاجه تانية، في فرق لما هما الحاجه هيعرفوا تاكليها منين بقى دي حاجه. لون طبيعية ولا بيضة كده؟ هم لا، السمك بيبان بقى، تحس المنطقه مهجوره كده، حتى ما فيهاش اي كائن حي راح يروح لها. اسئلتكم فظيعه. قولي يا ادم. ميز، لو كولر ليف ويل داي، ده هيدمر الايكو سيستم. الكولر ريف ده مش كائن حي، ده حاجة زي بيت بيتدمر، مش بيموت، فاهم قصدي؟ حاجات كتير قوي هتتدمر وراه. تمام. طيب قولي يا حبيبي. تماما يلا يا شباب، لسه ناقصها شوية، انجزوا. يا مس، هو مش ممكن مثلا لو حل لونه ابيض يبقى جواه فود عادي ولا لا؟ مش ممكن مثلا لو الكولر اتحول للون الابيض ممكن يبقى جواه فود لا لا عادي؟ لا لا، ما يا سلام. لا لا، اسكت اسكت. لا لا، ملهاش علاقة يا حبيبي. قولي يا سيدي. ميس يا مانا، ايه الكلمة دي معلش يا سيدي، اللي فوق؟ بس فين بس حضرتك ما فوق ورين دي. فوق؟ ها، شاور لا لا، تحت شوية يا ميس. انزل اهو، ديبند اون، يعتمد على ها ايه؟ قولي. ديستروينج، تدمير. ها لا ايه؟ دي ريزلت، نتيجة. نتيجة ان الكورال ريف حصل له بليتشنج، الكورال نفسه هيموت. خلاص، تمام. الريزلت، النتيجة. مش عارف النتيجة، يقول لك الريزلت بتاع الامتحان. على الامتحانات. يلا بينا، نمبر 1 كورال بليتشنج. انا عايز اشوف اسرع واحد يكتبها، اسرع واحد يحط الاجابة. كورال بليتشنج happens when temperature of sea water decrease. برافو يا بتول، برافو يا حبيبة، برافو يا همزة. بتول كانت اسرع واحد. الكورال بليتشنج، البليتشنج ده بيحصل لما تتم ايه؟ مين اختي، مين اللي كتب لي صح ده؟ ثانية واحدة. توينز، صلى على النبي عليكم. الله، هو الكورال بليتشنج بيحصل لما الحرارة بتزيد، تقل قصدي؟ ما احنا قلنا لما الحرارة تبقى بتزيد، الحرارة rises increase، يبقى غلط يا توينزات. ماشي، نمبر 2. يلا، ها. habitat loss is not considered from cause of extinction. يعني الهابيتات ده ما يعتبرش سبب من اسباب الانقراض لما خسروا. نمبر 2 ايه؟ ما حدش حل لي سؤال تاني. نمبر 2، habitat loss is not considered from cause of extinction. لوجي، انت عامله صح وغلط، انا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه. ها ها حبيبه، قالت صح. ها ها ادم قال صح. ها فريدة قالت صح. برافو عليك. لا، برافو برافو برافو. هو انا كنت بتنيل اقول ايه؟ يلاوي يلاوي على اللي انا فيه يا رب. انتوا بتعملوا كده ليه؟ بتكرهوني؟ مين ميس كده انا يعني؟ الحمد لله عاملها غلط. بس يا مين النطق ده؟ النطق فجأة ده؟ مين ده؟ ازاي نطقت اصلا والمايك مقفول يعني؟ فهمتها ازاي؟ الهابيتات لوس، ان انا ابوظ الهابيتات ما يبقاش موجود، ده ما يعتبرش سبب من اسباب الانقراض يا راجل. ده سبب ونص. ده في اهي اهي، فين السطر؟ اهو انا شرحت والله اهو. Once this change can cause habitat loss would be one of the main causes. السبب اساسي. تقولي لا، ما تعتبرش. قلتم غلط. نمبر 3، from human activities that change the habitat in ecosystem is overfishing in sea. ها، من ال human activities تغير ال habitat، ال overfishing صح ولا غلط؟ ايوه. ها ايوه حبيبه احمد. ماشي يا حبيبه. طيب بصير، عايزين تطردوا؟ طيب يعني عايزين تطردوا؟ قولوا، ما ينفعش يا شباب.
ينفعش نكتب على الشاشة الإجابة، احنا كده بنبقى مش كويس يعني، أنانيين مش حلوين. ليه؟ لأن أنا سايبها فاضية عشان خاطر الناس تبص وتحل، أنت بتحلها، دي مش شطارة منك، بتحليه في الشات وأنا شايف. يبقى الهيومن اكتيفيتيز بتغير، اللي ممكن تغير الهابيتات بتاع الايكو سيستم اوفر فيشنج في السي. صح طبعا، احنا قعدنا نهري فيها كتير. طيب حلو قوي، ماشي، هرت الحته دي بجد يعني. خلاص يلا هنكمل الدرس، بس خشوا على نفس اللينك تاني، وهنقول للناس شكرا ليكم. اللي عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على 010-299-19-557. وعلى فكره بقى انا زعلانه من الناس اللي ما بتعملش كومنتس على اليوتيوب، تمام؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، وتكتب كومنت لو الفيديو عجبك وهرد عليك في الكومنت، اوكي؟ وابعتولي على الواتساب عشان ادخلكم جروبات الماث والساينس والاي سي تي. شكرا جدا، باي.